إن الأب الصالح هو الذي ينشئ أبناءه تنشئة صالحة فيفتخر به. ولهذا أردت أن أقول بجري في شريان خوف انفتح باب للأسى النجمة تبقى بدون دليل وسط المتاهات والمساء للشمس تشرق للصباح النسمة شاردة من الغصون منسية في حضن الجراح النسمة شاردة من الغصون منسية في حضن الجراح حسرة لو صارت ملاس البيت يكون ساس القزاز الحسرة لو صارت ملاس البيت يكون ساس الجزاز الحسرة لو صارت ملاس البيت يكون ساس الجزاز ساس الجزاز ساس الجزاز ساس الجزاز ساس الجزاز وهنالك شاعر آخر يقول أولئك أبائي فجئني بمثلهم إذا معتنا يا جرير المجامع وهي عادة عربية قديمة وهي أن يفتخر العرب بآبائهم في جملة ما يفتخرون به ليلى ليلى من هو في اعتقادك
أن يكون هذا الشاعر الذي خاطب جريراً بهذا البيت. مالك يا ليلى؟ حركة جديدة أنت. من منكن تخبرني باسم هذا الشاعر؟ السلام عليكم. اهلا اهلا، ازيك يا ليلى؟ مرحبا. وينك يا ماما زهرة؟ معلش بس شوية مشغولة. مشغولة؟ ايوه. وقاعدة تفطر وين؟ قاعدة اجيب سندوتشات من البيت. لازم. يعني شنو؟ انت اساسا لو قاعدة تجيبي سندوتشات ما كنت بتجي تفطر هنا. انا بس لانه عارف فجلانة، لأنك ما قدرت تسدد الحساب. معليش يا عمر، أنا الليلة وبكرة بالكثير كده مصاريفي حتجي. يا ليلى أقول لك حاجة؟ أيوة. أنا عفيت لك الحساب. ليه؟ المناسبة شنو؟ لا ما أنت يعني اعتبريني زي أخوك الكبير، وبعدين عليك الله يا ليلى يا أخي ما تعقد الأمور صايا يا أخي. أنت صاحب حق ولازم تاخد حقك، وأنا جاية عشان اعتذر لك للمرة الثانية. مبلغ القائمة وقاعدة يا ليلى ده مبلغ ما بيستاهل، بسيط. أنا ما بجبرك، لكن ما تنقطع من المحل يعني، شوفك طوالي وكذا. حقيقة ده تصرف غريب جدا يا ناصر. فعلا ده تصرف غريب. ومن منه؟ من ليلى. بدون أي مقدمات لمت كتبه وطلعت من قاعة المحاضرة. تكون زعلان ولا حاجة؟ أكيد تكون في مشكلة في مكان ما. عشان كده يا ناصر أنا عاوزك أنت يعني كشاب قريب منهم في السن تحاول تتلمس أبعد المشكلة دي. إذا ما من ليلى يكون حتى إن شاء الله من زميلاتها. أحاول. والله يا عزة أنا الزول ده بقيت أخجل منه عديد كده. أنت حتشردي لما مصاريفك تجي سدد له حسابه. أنا مصاريفي ذاتها ما حتتأخر بعدها. أقول لك حاجة، شنو؟ قال له جاتني قروش حسدد لك حسابي وبعدين نتحاسب. يا عزة معقول؟ بس معقول نشيل قاضي ده نلبسها ليه ده؟ ما لو أنا لو جاتني قروش ما حضايقك. ما برضو يا عزة، ما برضو يا هدين. أنا عموما بفتكر ديني أنا حقه ما تشليهم لأنه الحالة واحدة. طبعا يا عزة أكيد. السلام عليكم. وعليكم السلام. زيك يا سلام الحاج. الله يسلمك. الله يسلمك. لو سمحت. نعم. عايز أقابل الطلبة. عايز عرديم. عزة. أيوة. عرديم. أنت والدة؟ أيوة أنا والدة. معك بطاقة يا حاج؟ جدا. أيوة. بطاقة. تفضل. بارك الله فيك. تفضل. يعني يا بنتي مرتاحين في الداخلية؟ الحمد لله يا أبوي. ما في أي مشكلة؟ لا ما في أي مشكلة. الحمد لله. أول حاجة الداخلية منظمة جدا. كويس. وفي تقارير بتكتب عن الطالبات باستمرار. يعني يا أبوي في حتة زي دي اطمئن. الحمد لله يا بنتي. الواحد عايز يتأكد، لكن هسا اطمئنيت. لا اطمئن 100%. كده يا بنتي؟ أيوة يا أبوي. الناس عليك. الصرف. الصرف هنا كيف؟ والله يا أبوي ولا السنة كان صعب. نسبة لتكاليف الجامعة، لكن هسا ما في مشكلة، ممكن تطمئن. كويس. والله يا بنتي أنا جايب لك قريشات. معليش شوية، لكن بقعدوك يومين ثلاثة، ما في مشكلة يا بنتي. إذا احتجت أي وقت أكتبي لي.
دي العشرة ألف كويس؟ خيرك يا أبوي. العنوان عندك يا بنتي، وتخلي بالك من نفسك مذاكرتك، ونفسك دي أهم حاجة، ترتاحي وتمشي ناس خالتك وتجي داخليتك. حاضر يا أبوي. والعنوان عندك زي ما كلمت. العنوان عندك، اي وقت احتجتي رسلي لي. حاضر يا ابو. اها ودعتك الله يا بنتي. ودعتك الله. قبلك في حتتك. سلم علي الاهل يا ابو. يصل ان شاء الله. ودعتك الله يا بنتي. خلي دي مصاريف عندي. شكرا بابا. يا بنت عبيرة شكرا على شنو يعني؟ كلها 50 ولا 60 ألف يعني تكوني محتاجة لها هسه. والله كنت محتاجة لها شديد. شايفة ومش قلت لك؟ طيب يلا خلاص مع السلامة. طيب اسمع تعالي. نسيت حاجة مهمة. ايوه. بعدينك الساعة 5:30 انت ورضوان تجوني في كافتيريا الانوار. الساعة 5:30. كافتيريا الانوار؟ عازمكم. حاجة باردة، آيس كريم، سندويتشات، عاوزين ندردش نتونس. عازمنا؟ عازمكم هاي. بجد يا بابا؟ الله. يلا بعدين ما يتأخروا عليك، كلم رضوان الساعة 5:30. أوكي؟ طيب باي. ولا حاسه مش كده؟ خالص طبعا. كان لحد النهايه في القرايه. قولي لي عامله كيف مع الجامعه وماشيه كيف مع القرايه؟ تمام التمام. كويسه؟ خالص. طيب محتاجه لاي مساعده؟ ابدا شكرا. ولا اي حاجه؟ لا لا. طيب انا حامشي اقعد مع ابي هناك، لو محتاجه لاي حاجه ديني انا بجيك طوال. لا لا على فكره ما تمشي، قاعد تونسي معي حبه، انا ذاتي عايزه اخذ بريك. لا لا عايزه تزغ من المذاكره مش؟ لا لا ما طبعا. الامتحانات قربت وانا ما في سامعه. تقري بس. يلا عفاف. نعم. انت ما تقعدي ترتاحي شويه. دي اوضتك يا اخي. يعني عملتها اوضتي مش؟ يعني ما اوضتك انت؟ انت جايه تعبانه من الشغل. قال لك انا تعبانه منه؟ ما تعبانه ولا حاجه. عن اذنك يا استاذ. ده القريشات الصرفة. عايز سامح يا اختي كده جيبيهم. والله يا ست البنات يا اختي تراكي ما كاينة. يهون الله يا اختي. انا وقت هنا اقول لك بجيب لك القروش بجيبها، لكن انت يا اختي بعد ده تشوفي لك زول مسافر مشان تلحق بنيتك القريشات. ان شاء الله هلقى لي زول باذن الله. هسع يا فاطمة يا اختي ان بقيت قاعدة مع صديق كان ده حالي؟ حالي ماله، مستورة والحمد لله. والراجل وجوده في البيت مهم؟ الراجل وقت اللي نبقى عين الصديق خير عدمه. والله يا فاطمة يا اختي انا جاتك بالسنين بعرفك وبعرف صديق، ما كان قاعد يغلط فيك. ومنو قال لك ما كان قاعد يغلط فيني؟ لكن يا فاطمة انت الغلطانة، اخر مرة انا شفتها فيها صديق في البيت ده انت الغلطانة عليهم. كيفين يعني؟ ان بقيتي نسيتي ان اذكرك. والله قعدتك قدامي دي بتلت تقول هسه دي ست البنات عليك الله طلع النصيحه. انا غلطان؟
والله حاشاك الغلط يا صديق. ست البنات هوي ما تغطي السما بالريش. ما غلطان كيفين يعني؟ يا فاطمة صديق داير يسوق كتي وبنتي عشان تشوفوا أهل وتتعرفوا عليهم. الغلط وينو يا أختي؟ أهل ودين وقتين سمعوا بيعرسوا فيهم واحد رفع كراع وجاري قال لي مبروك شلون كيفين يعني؟ ست البنات هوي أمرق النصيحة. بعد وقت هما شليهم المفروض تطاوعيهم. البيجيني في بيتي بشيله في راسي لكن ما شلي أهله ما باقي لي. فاطمة يا فاطمة ألعن الشيطان. شوف يا صديق كرة أنت بارك تنقطع. سامع سامع كلامها يا ست بنات؟ هسي أفرض صديق ده نقلوه. ما ينقلوه. لو نقلونيها كل مجبورة تمشي معاي كراعك فوق رقبتي. صديق أنا ويتنت مدقوق في البلد دي وما بفوت الشبل وعشان أريحك أهلك الماجوني دين ما بمشي لهم حتى لو كانوا ساكنين ورا الحيطة دي. هاي أختي الكان غلطان منه مشيتي وجيتي وما سافرتي معه وحصل الحصل. والحصل ليش شنو؟ ما تفكيت منه ومن عيشته المجهة يا أختي. ما عينتي لي قدام ولا فكرتي في بنيتك. ست البنات هاي كتر خيرك في القرشة تجيبتين لي دين. أسوي لك قهوة. قلت لك المسألة فيها مؤامرة. مؤامرة شنو؟ شايف اللي قاعدين مع أبوي ديل منو؟ ديل منو؟ ده ستي السيد شريف زميل أبوي في السوق معاه دي شيرين بنته. فهمتي حاجة؟ تعرف يا باشمهندس؟ أنا وأبوك دلينا عشرات السنين في السوق أصلاً ما قعدنا قعدة زي دي. وفعلاً الناس بتكون مشغولة على طول يعني. عشان كده الاقتناح بتاع القعدة دي جا منه. باي كويس؟ طبعاً يا ابني أهو الواحد يعرف الناس من قريب. يعني أبوك ده أصله ما حصل لقيته إلا غرقان في حساباته 56 وأطلع بالسبعة. يا أخي أنا هين أنت بتطلع بالتسعة يا أخي. ما نحن طبعا لسه ما طلعنا بالاثنين. لا بعد كده ما في مشكله. كيف ما نحن بنعتبر الجلسه دي جلسه اتفاق. زي ما قلت لك يعني عمك شريف انا كنت عاوزك تشتغل معي لكن عمك شريف مصير تكون معه. بصراحه يا عم شريف انا يمكن الوالد كلمني بالموضوع ده قبل كده لكن بكل اسف انا السوق ده ما بينفع معي. احنا ابدا ما حنمسكك من ايدك اللي بتوجعك. بس تأكد انك اسبوع واحد تتابع معانا حتخلي الهندسة وحتتفرغ لي تماما. ولا شنو يا منظور؟ وليه ما يتفرغ هسه؟ لا 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 خليه على راحته. شنو يا شيرين ندى ما سمعنا صوتكم خالص يعني. نحن ما عندنا دخل بموضوع السوق ولا عندنا فكرة عنه. ولا شنو يا ندى؟ خلاص يا اخوانا شوف لنا موضوع تاني نتكلم فيه غير موضوع الشغل ده. انت نسيت نحن عندنا مواعيد مع ابو المكارم. طيب نحن نستاذن. هاي نحن نمشي. انت رضوان طبعا بعربيتك. ايوه نعم يا ابوي. خلاص سوق ندى وشيرين نزل ندى في الاول وبعد ذاك وصل شيرين. حاضر نمشي. اوكي طيب يا باشمهندس نحن نحاسب قبل ما نمشي. ها ايوه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. شيرين انت ما تمشي معنا البيت ورضوان بعدين يوصل. معلش يعني لانه
ماما برا وبابا عادة يعني بيجي متأخر يعني. ما حنأخرك. ممكن نقلب الدعوة. تمشي انتو رضوان معايا البيت. شخصيا ما بقدر. بالمناسبة شايف ذاتي ما في داعي للقعدة بعد كده. لأن عندي ارتباط مع نادر. عزم شعري. لا يا خلاص. تمشي توصلوني أنا في الأول. لا حنوصل شيرين وبعدين نرجع البيت. أنا توصلني في الأول يا رضوان لسببين. أول حاجة أنا متوقع شاهيناس تجيني في البيت. والسبب الثاني أنت أصلاً ماشي لنادر صاحبك جنب ناس شيرين. بدل ما تمشي مشوارين وصلني وبعد ذاك وصل شيرين وامشي لنادر. أنت مش قلت عندك مشوار؟ إذا مصر على البرنامج يا رضوان إذا نمشي ونسوق معانا شيرين على الأقل نتعرف عليها أكثر. لا أنا عفوني ممكن مرة ثانية عشان كل واحد فيكم يمشي الارتباط بتاعه. افتكر احسن. خلاص انا في الاول. طيب يلا. معانا شوية ولو ربع ساعة يا شيرين. مرة ثانية إن شاء الله بيجيكم في وقت أوسع. أهلنا بقولوا عصفورة في الكف. خلي العصفورة مرة ثانية. راحتك يا ستي. خلاص أخذي نور التليفون من رضوان إن شاء الله. يعني على الأقل تتصلي بالتليفون. طيب يا ندى. طيب باي باي شيرين. برا ولا هنا؟ قريتها هنا. الظاهر عليك بتحبها. شنو؟ الهندسة. قدري ما بكره التجارة والسوق. أخذ الشارع بيا. عند البيت. جميل. اتمنى انه سجل لنا زيارة. وندو برضو. ان شاء الله. نسيت تديني نمرة التليفون بتاعتكم لانه ندى اكيد منتظرة مني مكالمة. تفضلي. دي نمرة التليفون بتاعت البيت. وبتاعتك انت. لا انا ما عندي تليفون. معقول يا رضوان باش مهندس ما عندك تليفون؟ انا بشتغل في الفيلد. بشتغل برا شغل ميداني. طيب يا رضوان فرصة سعيدة. الله يبارك. في داعي للحركة اللي عملتيها دي؟ حاجة غلط. أكتر من غلط. أختي أنا ده مش عارفة وجهة التظريف في حكايات عم شريف وبيته دي؟ أيوة. طيب لزوم وشنو الصداقة اللي عايزة تعمليها لي مع شيرين دي؟ تليفونات ولا الحاجات اللي عملتيها في الكافتيريا دي؟ حاجات شنو؟ أقول لها قطعت لك ارتباط من راسك عشان وصلك أنت هنا البيت وبعد ذاك مش وصل شيرين. ماله؟ بالمناسبة عملتيها ظاهرة. قلت أخليكم تتعرفوا على بعض أكتر. مش هي زوجة المستقبل؟ ندى رضوان مالك انت زعلان كده؟ على فكرة شيرين دي زولة ممتازة يعني وبيت جميلة ومثقفة. ليه انت يعني؟ الحاجة ما بتحددها انت.
عموما انا بفتكر انه ما حتلقى زوجه بمستوى شيرين. مش تفتكري احسن انك في الموضوع ده نهائي؟ والله ما بقدر اعيدك، لانه بفتكر انه ضيع شيرين منك خساره حقيقيه. الخساره الحقيقيه انه انا وشيرين نكون مجرد صفقه بين ابوي وعم شريف، مجرد اصدقاء شركاء في السوق عاوزين يبقوا نسابه ويضمنوا بكده انه اموالهم كلها تتجمع في حته واحده، عين رضوان منصور مستقبلا وزوجته شيرين. انا يا استاذه برفض البيعه دي نهائيا. اتفضل يا استاذ. ليشنو 5000؟ ليشنو تمشي تدفع لي بتاع الكافتيريا؟ لا يا عزه، انا حاشيل من عفاف، والفرق بينه وبين عفاف شنو؟ ما في فرق طبعا، بس بتاع الكافتيريا قال عايز تزعل. اتفضلي اهي دي الاربعه. هو عزه انت جبتي القروش من وين؟ ابوي اداني مصاري. ابوك جا يقسى عليك ليه ما بتعرفيني بيه؟ جاني في الداخليه وكان مستعجل. اتفضلي اهي دي القروش. اداك قروش كويسه؟ ايوه اداني 20. مدام كده خلاص انا 10 وانت 10، لكن يا عزه عليك الله لو احتجتي لقروش تقولي لي، ما عندك مشكله ورحكي على الكافتيريا. تعرف يا ناصر، إذا وردت أي سيرة للأب والبنت دي انفعلت معاه بالصورة دي هتتعب كتير جدا. طبعا أنا محتار جدا. أنا المحيرني بالضبط كده، هي فقدت أبوها بدري وهي هسح في الجامعة، يعني مفروض أبوها ده يكون مرق من حياتها زمان. بالعكس، أبوها كان معاه في سنوات تكوين الطفولة الأولى وظل ملازم لها ما غادر على الإطلاق، عشان كده أبوها ده حيكون مستمر معاها طوالي،
بتعرف يا ناصر إحساسها بالافتقاد لأبيها وحنينة حيكون ملازم معها باستمرار. حاجة غريبة ده يوضح بجلاء سر تعلقها بي أنا شخصيا. أنا ربما أكون في سن والدها. يعني قصدك تعويض؟ بالضبط، المسألة تعويضية. عشان كده يا ناصر نحن لازم نتعامل مع البيت دي بمزيد من الرعاية والاهتمام، ودي مهمتنا الأساسية. بالتأكيد. السلام عليكم. السلام. لو سمحت في زول سالم عن ليلى صديق هنا. وينه؟ ليلى سلامات. كيف حالك؟ شغله كويسه الحمد لله. دي ليلى هديه. الله يبارك فيك. جيت 200 جيت لي يومين. نقول له شنو داير مكان كنبا؟ نقول له شنو احسن من طيب ها البلد كيف يا عثمان؟ ناس البلد كويسين كويسين. مسلم عليك. وانت عرفت الخرطوم دي كيف؟ عندي كذا زمان. انا والله الخرطوم دي بيجي من زمن القطر. من زمن القطر انا قاعد اجي هنا. زمن كان القطيب فرد واعدا. طيب يا عثمان ما قلت لك. امي كيف؟ امي كويسه. امي كان تعرف شنو؟ خيط لها جلابيه البلد تتكلم عنها للليله. كويس. طيب يا عثمان تفضل اشرب حاجه بارده. لا 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 شكرا. انا معلش انا مستعجل. بعدين امي كددني الجواب ده كويس وفيه 15,000 جنيه. ها كاش داون. امزق ده شنو؟ 5,000 بيزعدوك. ده شنو يعني؟ يا اخي امسكي مني يا اخي. لا معلش إيه؟ يا ابن العم كلمها يا اخي. امسكي يا عم. لا خيرك يا عثمان. انا لو كنت عايزه كنت هقول لك من غير ما تديني. يا اخي ما تزعليني يا اخي. عثمان انت زي اخوي والله. كتر خيرك. اخوي؟ اخوك. اها بتقول لي اخر كلام عندك يا ابن العم. اخر كلام بديك لي 50,000. ده حكون اديتك لمرة سوالف. انت عارف والله الفستان ده انا موديها هدية لطالبة جامعية. 50,000 كتير علي ولا شنو؟ والله كتير علي انا. معلش. لكن اقول لك قولة. هديك لي ب 45,000. كده اكون انا خسران 5,000. ما مهم. المهم اني يكون كسبناك كزبونة جديدة معانا. ان شاء الله. هي كثيرة لكن برضو خلاص لفوا لي. ان شاء الله بعد ده يعجبها. ان شاء الله. كيفك فدوى؟ كيفك؟ بالحلال على فكرة هسه كنت بفتش عليك. خير؟ بالمناسبة عيد ميلادي بكرة. ضروري جدا تجيبي سحر اختك معاكي. امسان صاري ندى، لو كنت كلمتيني قبل يومين كنت اخذتك في البروجرام بتاعي. ليه عندك شنو؟ والله للأسف ماري الأختي عاملة حفلة ريسبشن في الهيلتون محتفلة بعيد زواجها الرابع. معلش كنت عايزاكي من المدعوين. أعمل شنو يا ندى؟ المناسبتين جوني في وقت واحد. معلش ندى. بالمناسبة الورقة ده وداها وين؟ بدي وديها للاتحاد. الاتحاد؟ والاتحاد وين؟ تديها لرئيس اتحاد الطالبات. رئيسة الاتحاد طلبات القهوة وين؟ سمية عبدين بتدرس في رابعة. ما بتعرفيها؟ هو رئيسة الاتحاد طالبة. شوف يا ليلى الموضوع ده انا افتكر انه موضوع بسيط جدا جدا حقه ما يأثر عليك. انا يا دكتور زي ما قلت قبل كده لأستاذ ناصر اي حاجة عندها علاقة بالاب بتخليني انفعل. شوف يا بنتي يا ليلى. ايوه يا دكتور. اساسا
فعشان كده حبوا تشيلي من راسك اي شيء ما له علاقه بالتحصيل بتاعك. تنتبهي لدروسك، لمحاضراتك، لمراجعاتك، للمراجع، لكل شيء. مشادي ما تاثر عليك اطلاقا، اهتمي لدراستك وبس. حاضرين. بعدين يا بنتي حكاية يعني أبوك موجود غير موجود هي أشياء عادية جدا جدا، دي سنة الحياة بنتي. في حاجات أكثر من كده بتحصل أصعب منها، صح ولا لا؟ صح يا دكتور. عشان كده يا ليلى أنا أطلب منك إنك تعتبريني زي أبوك بالضبط. عندك أي مشكلة؟ تجي وتعرضي علي. حاضر يا بنتي. شغلها يا دكتور. حاضر. اتفقنا؟ اتفقنا يا دكتور. أمسح التكشيرة من على وشي وابتسمي وأمشي على المحاضرة. تفضلي. شكرا لك. قرايه؟ لازم ارجع للمكتبه بعد كل محاضره. فايش والله؟ اها في شنو؟ انا حمشي البيت هسه، وبكره طبعا ما حاجي الجامعه. ليه خير؟ لانه عيد ميلادي يا ستي. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه، لكن طبعا هنا ما بينفع، ضروري تجي البيت. انا عاملاه بسيط يعني صاحباتي وبس. اوكي؟ لكن يا ندى، انا ما بعرف بيتكم. معلش، هي ناس بتعرف البيت، وانتوا حتتلاقوا في الجامعه وتجوا مع بعض ضروري. خلاص. طب خلاص، اخليك لمذاكرتك. يلا باي. كويس، مع السلامة.
أبوه والوالده غضب على الولد كيف نسيت يا أبوه والوالده غضب على الولد دمعت جالا بيكتي القمر أصبح ليها خد دمعت جالا بيكتي والقلب أصبح ليها خد أنا تحت في عرب الزمن محرومة من نبض الحنان مسجونة في لهب المحن أنا تحت في عرب الزمن محرومة من نبض الحنان مسجونة في لهب المحن ما عرفت ليه وين ذنبي إيه أحلامي راحا انتهن كيف انجسيت يا أبو والوالد غضب على الولد كيف انجسيت يا أبو والوالد غضب على الولد دمعت جالا بيكتير القلب أصبح ليها خد دمعت جالا بيكتير القلب أصبح ليها خد